الأخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية. مرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهر. تحية لحضرتكم السيدات والسادة، ونبدأ النشرة بالعناوين. خلال تفقده عددا من الطرق والمحاور، الرئيس السيسي يفند ما يتم تداوله بشأن المقابر والمناطق التاريخية، ويطالب بعدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد. وفي عيد الفلاح، دعم رئاسي لمزارعي مصر وتوجيه بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. على هامش أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وزير المالية يؤكد أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومعكم في أخبار الرياضة. رسميا السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا جديدا للنادي الأهلي. التفاصيل، تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وخلال الجولة التفقدية حرص الرئيس على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير الطرق جنوب القاهرة وربطهما بالمحاور الجديدة. وشدد الرئيس السيسي خلال الجولة على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى، مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد، وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. سيادتك صدعت على إنشاء العديد من المحاور لتخفيف وربط مناطق شرق القاهرة وجنوب القاهرة ومناطق غرب القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية. لو اتكلمنا يا فندم على محور ياسر رزق، محور ياسر رزق يا فندم الهدف من إنشائه هو نقل الكثافات المرورية وتوزيعها في مناطق وسط البلد، إن الناس يا فندم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم والاوتوستراد ويرجعوا إلى الطريق الدائري. فخلقنا محور يا فندم جديد يبدأ من تقاطعه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر. تم تأهل المرحله الاولى يا فندم بسيادتك كنت اتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر اللي اتقابلتنا فيها تحديات، وتم التنسيق مع كافه اجهزه الدوله. بالنسبه للمرحله الثانيه يا فندم دي طولها 7 كيلومتر تبدا من نهايه شارع 9 وحتى الربط على محور سميره موسى اسفل نفق الاسمرات. محور ياسر رزق يا فندم برضه ان شاء الله جاري اعمال ربطه بكورنيش النيل المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاذلي. يتم تنفيذ كوبري يا فندم في المنطقه دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه الى 45 متر يا فندم من الارض الطبيعيه، ثم طريق سطحي حتى الربط على ياسر رزق. بالنسبه يا فندم لطريق كورنيش المقطم بيبدا من مناطق الاسمرات يا فندم ويعتبر محور موازي لشارع 9 هيخفف الضغط عليه ان شاء الله. والطريق يا فندم بطول 7 كيلومتر حتى الربط على نهايه شارع 9 تم نهو الاعمال فيها فندم بنسبه 80% متوخي بس يا فندم القطاعات اللي سيادتك ان شاء الله هننفذ فيها الحوادث السنده عشان نطمن ان هو هيبقى ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. الطريق كورنيش المقطم ده يا فندم بدايته راعينا سيادتك ان هو يتربط بمحور تولى الكفراوي، ونظرا يا فندم لتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كورنيش المقطم بالعرض على سيادتك، سيادتك صدقت ان احنا نوحد الاتجاهات بعرض 7 حاره مروريه يمين وشمال محور حسن الله الكفراوي، ويبقى في دوران واحد فقط اسفل طريق دائري ثم الربط على مناطق زهراء المعادي. احنا حررنا ومش حررنا بس، حررنا وسهلنا الحركه في
في شرق القاهره تمام الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم ابتدينا نقرب شويه بشويه لغايه لما وصلنا احنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبه وشبرا الخيطه اللي هي المناطق اللي مليانه زحمه. طب احنا عملنا كده ليه؟ احنا قلنا ان الناس هنحاول نيسر الحركه في القاهره، مش كده؟ شرق وغرب، شرق القاهره وجنوب القاهره وغرب القاهره اللي بنعمله دلوقتي في الفيصل والهرم والجيزه، مش كده؟ تمام سيادة. والشيخ زايد. طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم او كل المصلحه اللي احنا بنعملها ان حجم الحركه اللي داخل الكتله السكانيه الضخمه اللي جوه القاهره اللي ما كانش فيه حل، لان احنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، صح كده؟ تمام يا فندم. فقلنا ايه؟ نخلي نحرر لهم الحركه اللي رايحه لهم. بالظبط. بحيث النهارده اللي يخرج يخرج بسرعه. اللي يخرج ايه؟ يخرج بسرعه. يخرج بسرعه، لما يخرج بسرعه يخلي يخفف الضغط ما امكن على الايه؟ على المنطقه السكنيه. على المنطقه اللي في النص، مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش ساكتين. مش ساكتين يعني ايه؟ احنا بنتكلم على مدينه المقطم. ايوه فهمت. مدينه المقطم كان بيخدمها شارع 9 بس. بالظبط. وبالمناسبه يا احمد. اتفضل. انا كنت قلت المره اللي فاتت وانتوا في شارع 9 انا عارف انه صعب ان انت تشيل حاجه فيه. لكن على الاقل حسنوا من خواص الشارع. تم نقل وقفنا عمل التخطيط بالكامل وتتم العرضه على سيادتك. طيب. باستغلال كل المسطحات المتاحه ان احنا نحقق عرض بدل ما هو 5 حاره يبقى 6 حاره ان شاء الله. ما امكن. يبقى شارع 9 موجود، ثم بعد كده لما نخلص ان شاء الله محور ياسر رزق وكورنيش هيبقى الحركه للمقطم ايه؟ يسير ان شاء الله. يسير سواء كان للناس اللي في المقطم او للايه؟ للمارين من خلاله، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالمناسبه انا سعيد جدا ان كنتوا بتعملوا التاكسيات الخرسانه ديت عشان ما يحصلش انهيار بعد كده، مش كده؟ حمايه الاحلام يا فندم. الكلام ده مهم قوي ان الناس تعرفه. بالظبط. ده من التكاليف ايه؟ كبيره جدا. كبيره جدا، وانا شايفه بيتعمل هنا برضه. مش كده؟ بالظبط. بيتعمل هنا عشان نربط كمان مناطق الهرم الوسطى يا فندم بمناطق الكورنيش المقطم. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. الناس اللي بتسمعنا هنا، اي حاجه احنا بنعملها هنا احنا بنعملها طبقا لاصول على اعلى مستوى. بالظبط. مش بنعمل موضوع يعني، لا مش بنشق طريق. الناس فاهمه برضو النهارده عشان اعمل حوايط سنده كيلو ده ارقام كبيره جدا منعات، عشان في النهايه تيجي تجد الناس الحركه ديت سهله ليها. يمكن الناس تقول لك التكلفه دي كتير، يمكن وهي كتير حقيقي، لكن في مقابل حجم الحركه وتخفيف الاثار بتاعت التلوث الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الدولة اشتغلت فيه من بدري قوي. وانا عايز اقول ايه؟ الكتلة دي بالكامل اللي كان يصعب الحركة فيها، انا عايز اقول للناس يا ترى احنا بنتحرك فيها ازاي؟ طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعمل ده والمشاريع المقاتل الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقة دي وبتتعمل في كل حتة في القاهرة على الأقل عشان نخفف الأثر بتاع الزحام ال 20 مليون مواطن موجودين. تمام. كمان احنا سيادتك بنستغل الفرصه دي ان احنا بنجدد جميع البنيه التحتيه الموجوده في المنطقه بالكامل. هنخلص امتى؟ ان شاء الله 30/12 هنخلصه كله يا فندم، بس هنستاذن سيادتك ان القطاعات اللي فيها الحوائط السنده بس اعمال التصميم جاريه، وهنقدم سيادتك مخطط زمني في خلال يعني فتره قريبه ان شاء الله، مش هنتاخر كتير، ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوقيت اللي سيادتك عملته، يعني 30/10 هيبقى في اتجاه مفتوح، حتى لو في بعض القطاعات فيها اعمال هنفصل عليها حركه. طيب. عشان بس يبقى الطريق برضه شغال ان شاء الله. برضه دايما السؤال اللي بساله لكم دايما واحنا موجودين، هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقه حاجه ممكن نعملها نيسر اكتر على الناس في حركتهم، او نفتح مجال لاماكن الاماكن دي بالظروف الحاليه ما تسمح لهمش بالاستفاده منها؟ هو فندم ان شاء الله زي ما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع 9 ده باذن الله خلاص في خلال فتره قريبه هيتعدى على سكه تطويره، ويتم دراسه ان شاء الله يا فندم انشاء محور موازي لشارع 9 من ثم العرض على سيادتك في حاله التصديق. المحور ده هو كده بالظبط يا فندم، من اول سيادتك اللي محور الكوبري عمر سليمان هيمشي سيادتك، كان في مسارات قديمه في بندرسها يا فندم دلوقتي وهيستطع ان احنا نعرضها. اسمح لي سيادتك انا اوضح لحضرتك ان احنا ان شاء الله بمجرد نهو اعمال محور ياسر رزق ده قدرنا نبدا بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فندم، موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم ما بين المناطق جنوب القاهره اسف ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة، طوله 21 كيلو متر يا فندم موازي كامل، وده يا فندم هيساعدنا إن شاء الله إن احنا أولاً
نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كورنيش النيل سيادتك، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا. ان فندم كانت القاهرة يا فندم سيادتك مدروس ان في سنة 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي احنا فيها يا فندم دلوقتي كانت القاهرة السرعة على التردي فيها عن 10 كيلومتر في الساعة. طب انا برضه يهمني في النقطة دي حاجة حاولت. اتفضل. احنا الكلام ده المرة اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعة خلي بالكم المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها ان انا اخفف الحركة على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وانا عارف ان في تطوير لصلاح سالم. ان شاء الله. وهنا يهمني اقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم توابدات على محور الحركة بتاعتنا. سواء كانت مقابر ذات قيمة لشخصيات احنا بنقدرها وبنحترمها او ذات اصل تاريخي. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده انا بشوفه وبسمعه ان يقولك ايه اللي هيشيلوا المقبرة بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف. لا لا. لا يمكن ابدا ان احنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها او للمناطق الايه الاثريه. بنعالج ده يا اما بكباري. مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انت تقولوه عشان لسه بقى ما تديش فرصه لحد ان هو يعني ايوه يشوه الجهد اللي انت بتعمله. في بعض المحاور يا فندم تم نهواها بالفعل. اسمعي لسيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري، محور جهان السادات يا فندم واللي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئه الهندسيه للقوات المسلحه وجهاز التعمير، واللي بيبدا من تقاطعه مع شارع رمسيس والهدف منه نقل تخفيف الكثافه المروريه في الكتله السكنيه المزدحمه في وسط البلد والعباسيه. وسيادتك بيمر يا فندم اسفل طريق صلاح سالم، ثم اعلى محور الاوتوستراد واعلى محور امتداد المشير طنطاوي، ثم اعلى محور الشهيد، وحتى وصولا الى محور الميثاق. محور الميثاق سيادتك يا فندم بيمر بدا من نهايه محور جهان السادات واعلى شارع الحسن المامون، ثم اعلى محور شينزو ابي عن طريق كوبري، ثم اعلى ثم يتقاطع مع بدايه محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط بمناطق القاهره الجديده عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شينزو ابي يا فندم اللي بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم يمر اسفل شارع حسن المامون واسفل محور الميثاق، ثم يمر اسفل شارع مصطفى النحاس، وكوبري طوله كيلو 200 متر يا فندم يمر داخل مدينه الامل، ثم موازيا لطريق السويس، وتم مراعاه تحرير الحركه المروريه في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد 3 كوبري والربط على محور نجيب محفوظ مناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري الفنان سمير غانم. لو اتكلمنا يا فندم عن المحاور اللي جاري تنفيذها حاليا، اتكلم يا فندم عن محور سميره موسى. محور الدكتور سميره موسى يا فندم بيبدا من تقاطعه مع شارع جمال محمد علي اللي تم ربطه بمناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري تريال عبد العزيز. تم تنفيذ على المحور يا فندم عدد 1 نفق، وجاري تنفيذ عدد 2 نفق يا فندم في منطقه قلب شمال محور المشير، ويمر المحور ايضا فوق محور المشير عن طريق كوبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه ل 25 متر، ثم يمر بكوبري اعلى محور عمر سليمان، ثم يمر يا فندم بكوبري اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وكوبري اعلى محور الشهيد، وينتهي المحور عند ربطه بمحور ياسر رزق اللي سيادتك مشرفنا عليه عن طريق نفق الاسمرات اللي امام سيادتك. احنا هنخلص ايه؟ تمام يا فندم. احنا ان شاء الله يا فندم طبعا نهوى الزمن تم نهوى المرحله الاولى الحمد لله في ياسر رزق 100%. المرحله الثانيه سيادتك بالنسبه لتنفيذها دلوقتي 64%. ان شاء الله الاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى سميره موسى الاتجاه ده ان شاء الله هنخلصه 30/10 باذن الله بالكامل. في حاجه ثانيه يا احمد؟ هو مش متشكر. وانا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وبقولها ان يمكن في الاول واحنا بنشتغل الكلام ده خلال الخمس ست سنين اللي فاتت الناس ما كانتش متصوره ايه اللي احنا بنعمله. النهارده الناس بالاستخدام الفاعل الممارسه العمليه عرفت ان احنا بنعمله ده نتائجه عامله ازاي. بشكرك واشكر رجالتك اللي بتعمله شد حلو. شكرا. كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها بعواصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من محور حسب الله الكفراوي
الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر القديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضبة الوسطى وحي الأسمرات بالمقطم ومحور ياسر رزق وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم. سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمالي أطوال 35 كيلومتر ومنها طريق ومحور سين صاد الذي يربط طريق الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي وتنفيذ محور محمد عزت عادل بإجمالي أطوال 12 كيلومتر 5 حارة مرورية لكل اتجاه. سيادتك يا فندم تم حل المشكلة المرورية بتقاطع الطريق الدائري بمنطقة كارفور. سيادتك صدقت بتنفيذ كوبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي. سيادتك يا فندم تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزت عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية 5 حارة مرورية لكل اتجاه. النقطة اللي سيادتك مشرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزت عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء اللوبات والرمبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع. وبالفعل فندم تم الانتهاء من أعمال الرمبات وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة إلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس. كده فندم احنا قدرنا نربط محور محمد عزت عادل ومنطقة جنوب القاهرة بالمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. احنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر يناير وبعدها فندم انزل أعمال الطرق لأن فندم ارتفاع قطع طريق السخنة يصل إلى 30 متر. برضو الكلام اللي أنا بقوله إيهاب وبقوله للزميل محمود، لو أنتوا في بعد وجودكم في المنطقة دي خلال فترة العمل اللي فاتت شايفين حاجة تانية تتعمل وما يعني يزعل بس علينا وقولوا لنا امتى بقى هنخلص كده بالطريقه دي. سيادتك باذن الله نفق الخرسانه باذن الله اخر السنه باذن الله اخر شهر واحد ان الرد من فوق 30 متر باذن الله اخر شهر دي هتكون خلصانه طريق كوبري. معلش بلا احنا هنفتح كده كده هنفتح بدل ما نخليه 5 حارات خليه 6 حارات للجزء عشان بحيث ان احنا لو حتى يبقى في فرصه لحاجه يبقى ده تمام. مش 5 تمام 6 يبقى 6 تمام ماشي شكري. في يوم عيد الفلاح أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره لفلاح ومزارع مصر في كل ربوع الوطن، وأكد الرئيس السيسي أن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق لتحقيق الأمن الغذائي للدولة، وقال الرئيس أنه سيظل يوجه الحكومة ببذل كل الجهود لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته، إلى جانب تعزيز دخل الفلاح وتقديم حوافز مالية لتوريد إنتاجه من المحاصيل. هذا ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول جهود الدولة خلال 8 سنوات الماضية لدعم الفلاح، لا سيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد. ورصد التقرير أبرز الحوافز التي قدمتها الدولة لتشجيع المزارعين. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا سادس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. هذا من المقرر خلال الاجتماع تحديد أسماء المقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي. كانت جلسة الحوار الوطني الخامسة والتي انعقدت الاثنين الماضي قد استقرت على اختيار 12 مقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسي بالحوار الوطني. We'll be right back.
متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. واشنطن تعتبر رد إيران الأخير بشأن الاتفاق النووي تراجعا، وتؤكد أنها لن تتسارع بالانضمام إليه مجددا. في تطور جديد، كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية تجعل سياستها للأسلحة النووية لا رجعة عنها. مرحبا بحضراتكم من جديد. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت روسيا إلى وقف جميع ممارساتها في المنشآت النووية الأوكرانية. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أن بولندا وكندا أعدتا المسودة قبل اجتماع المجلس الأسبوع القادم. بالتزامن حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا. وأشار المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى أن الوضع غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن أن يستمر، كما وجه نداء عاجلا من أجل وقف فوري للقصف الذي يستهدف المنطقة بأكملها. أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية في محيط المدينة. وبثت وزارة الدفاع الروسية صورا لنشر تعزيزات في هذا الاتجاه تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق غير محددة الموقع. وبالتزامن قال مسؤول كبير عينته روسيا في منطقة خاركيف، قال إن معارك شرسة تدور حول مدينة بالاكاليا التي ذكرت كييف أنها استعادتها، مشيرا إلى أن القوات الروسية تشن هجوما لطرد القوات الأوكرانية من هناك. وأضاف أن معارك عنيفة تدور أيضا في محيط خاركيف، حيث تحاول القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع الروسية، كما أشار إلى أنه جار إجلاء المدنيين من 3 بلدات تسيطر عليها روسيا في المنطقة، حيث تشن أوكرانيا هجوما مضادا مفاجئا. في تلك الأثناء أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها تمكنت من التقدم نحو 50 كيلومترا في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد بدعم من السكان المحليين في غضون 3 أيام فقط. وأضافت في بيان أن القوات الروسية تشنت خلال الساعات 24 الماضية 45 غارة جوية و5 هجمات صاروخية على عدة مناطق، مؤكدة وقوع ضحايا من المدنيين. وأشارت في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 51,900 جندي منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير الماضي. كما أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيسك. وإلى هذا، قالت بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، قالت إن روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين. وأضافت البعثة أن الأمم المتحدة لديها دليل على تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يمكن أن يصل إلى حد جرائم الحرب. كما أشارت إلى أن مراقبي الأمم المتحدة دخلوا دون عوائق إلى المرافق الأوكرانية ووثقوا حوادث تعذيب ومعاملة سيئة لأسرى الحرب على يد الجانب الأوكراني، والتي يحتمل أن تصل أيضا إلى درجة جرائم الحرب. يأتي هذا في وقت تنفي فيه موسكو تعذيب أسرى الحرب أو غيره من أشكال إساءة معاملتهم، بينما أشارت كييف إلى أنها تتحقق من جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وستحقق في أي انتهاكات وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم لمساعدة باكستان في أعقاب الفيضانات العارمة التي شهدتها مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة وتشريد الآلاف. وقال غوتيريش إن زيارته لباكستان تأتي للتعبير عن تضامنه مع الشعب الباكستاني. ومن المقرر أن يجتمع غوتيريش مع رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين حكوميين وعسكريين. يشار إلى أن زيارة غوتيريش لباكستان تأتي بعد أقل من أسبوعين من دعوته لتقديم 160 مليون دولار تمويلا طارئا لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والفيضانات.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن رد إيران الأخير بشأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثل خطوة إلى الوراء، مشددا على أن واشنطن لن تسارع للانضمام إليه مجددا بأي ثمن، وذلك تزامنا مع مؤشرات أبداها المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم باتجاه إحياء الاتفاق مع موافقة إيران إلى حد كبير على النص المقترح النهائي. كما صرح وزير الخارجية الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بأن طهران قد ابتعدت عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع قبل أن يؤكد أن الرد الإيراني الأخير قد عاد بالاتفاق إلى الوراء، وأن واشنطن ليست على وشك الموافقة على الاتفاق الذي لا يفي بمتطلباتها الأساسية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن واشنطن إذا توصلت إلى اتفاق فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمن الولايات المتحدة القومية. في الوقت ذاته أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على وزارة الأمن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، وذلك على خلفية الكشف عن وقوف طهران خلف هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي ناتو. وأفاد نائب وزيرة الخزانة الأمريكية براين تيلسون بأن هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، التي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة. أقرت كوريا الشمالية قانونا يرسخ رسميا سياستها الخاصة بالأسلحة النووية في خطوة قال الزعيم كيم جونغ أون إنها تجعل وضعها النووي لا رجعة عنه، كما أنها تحظر أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي حتى لا تكون هناك مساومة على سلاح بيونغ يانغ النووي. تأتي هذه الخطوة في وقت يقول فيه مراقبون إن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017. هذا ويحدد القانون متى يمكن استخدام الأسلحة النووية بما يشمل حماية الأصول الاستراتيجية للبلاد أو إذا تعرضت للهجوم. كما يحظر القانون أيضا أي نقل للأسلحة أو التكنولوجيا النووية لدول أخرى. في أول خطاب له للأمة كملك لبريطانيا، تعهد الملك تشارلز الثالث بخدمة البريطانيين والدفاع عن المبادئ الدستورية طوال حياته. واعتبر تشارلز أن الدعم الشعبي أكبر من قدرته على التعبير، وقال إن المجتمع البريطاني أصبح يتمتع بالتعددية الثقافية والدينية. وذكر تشارلز أن الأمير ويليامز سيصبح أميرة ويلز الجديد، كما أن زوجته الأميرة كيت ستكون أميرة ويلز. وعبر تشارلز عن حبه لابنه الأمير هاري وزوجته ميغان في إشارة للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة المالكة. وأضاف تشارلز أن الملكة إليزابيث قدمت تضحيات في سبيل الواجب واصفا إياها بأنها مصدر إلهام ومثال يحتذى بالنسبة إليه وإلى عائلته. هذا وأعلن قصر باكنغهام أنه سيتم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة في مجلس الولاية صباح غد السبت في قصر سانت جيمس. وفي وقت سابق وصل الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا إلى قصر باكنغهام في لندن عقب عودته من قلعة بالمورل في اسكتلندا. وأظهرت الصور قيام الملك تشارلز بتحية المحتشدين خارج القصر ومصافحتهم وتلقي باقات الزهور منهم. هذا وأطلقت المدفعية 96 طلقة، كما قرعت أجراس الكنائس في كل أرجاء بريطانيا لتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. ولم يذكر القصر موعد الجنازة، لكن من المرجح أن تقام في 19 من سبتمبر، بينما يستمر حداد العائلة المالكة في بريطانيا حتى اليوم السابع بعد جنازة الملكة إليزابيث مع بقاء الأعلام مناكسة في جميع القصور الملكية. أما الحداد الوطني فيستمر إلى يوم الجنازة. وتوافدت حشود على قلعة بالمورال في اسكتلند حيث توفيت الملكة أمس، كما تجمع الآلاف في قصر باكنغهام مقر إقامة الملكة في وسط لندن لوضع الزهور خارج السور الحديدي. تربعت الملكة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا منذ عام 1952، واحتفلت في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت 4 أيام.
وبذلك تعد إليزابيث الثانية الأطول بقاء في حكم بريطانيا، وكانت الأكبر عمرا بين ملوك العالم. إليزابيث الثانية ملكة تربعت على قلوب البريطانيين طوال 70 عاما، هي أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا العظمى. ولدت الملكة إليزابيث ألكساندرا ماري في 21 إبريل من عام 1926 في لندن، وهي الابنة الأولى للأمير ألبرت دوق يورك الذي عرف فيما بعد بجورج السادس، وقارنته الملكة إليزابيث باوز ليون. تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب دوق أدنبرا عام 1947، وأنجبت منه أبنائها الأربعة، الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير أدوارد. وفي حفل أسطوري تم تتويج إليزابيث الثانية ملكة لبريطانيا العظمى وهي لم تتعدى 27 من عمرها. ومنذ اعتلائها العرش أدركت الملكة حساسية وضع بلادها بعد الحرب العالمية الثانية، وقررت خوض التحدي من أجل فتح صفحة جديدة لإمبراطورية مفتتة وشعب منهك، وعملت على جعل فترة حكمها أكثر عصرية ومرونة مع الحفاظ على التقاليد الملكية. وخلال سنوات حكمها 70 قامت الملكة إليزابيث بزيارات رسمية للعديد من الدول الأجنبية، وانطلقت في جولات بين دول الكومنولث، كما قامت مع زوجها بجولة حول العالم لمدة 6 أشهر في الفترة بين 1953 و1954 لتصبح أول حاكمة لأستراليا ونيوزيلندا تزور تلك البلدان. ولا يختلف الجانب السياسي المميز للملكة إليزابيث الثانية عن جانبها الإنساني، حيث عرفت بالتزامها القوي وبواجبها الديني والمدني، ورعت مئات المنظمات والجمعيات الخيرية، ونجحت بالفعل في أن تكون رمزا للحضور الهادئ والمطمئن لشعبها الذي رأوا فيها حجر زاوية راسخ في بنيان البلاد خلال أصعب الأوقات وأقصى المحن التي مرت بهم. مما لا شك فيه فإن الملكة إليزابيث الثانية ستظل نقطة مضيئة في تاريخ المملكة البريطانية، وسيبقى اسمها محفورا في وجدان الشعب البريطاني على مر الزمان. مرحبا من جديد. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة أيضا. يتواصل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. زي محافظة مني علشان خاطر ان انا اشتري شوية طلبات لولادي وكتب وحاجات من دواء، ولقيت حاجات رخيصة جوي داخل اشتري حاجات كراريس وشنط وقمام وكل حاجة. بصراحة الشادر جميل وكويس وحلو قوي. حاسس بالمواطن في دخلة المدارس وفي الاسعار اللي بقت عالية شوية على المواطن، بس المبادرة دي موفرة علينا حاجات كتيرة، نشكر السيد الرئيس عليها. معارض المبادرة التي يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلتها خارج إطار المبادرة، وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%، إضافة إلى توافر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين وضعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم خصومات بتتجاوز 30-40%، ممكن تصل ل 50%، وفي منتجات منها بتصل لسعر التكلفة ما بقاش فيها مكسب تمام. دايما على طول بنشترك في المبادرات ديت، لان دي بتشيل عن الكاهل المواطن المصري، ونكون حريصين ان احنا بنوفر له البضاعة باسعار منخفضة. مبادرة عظيمة، ونحن الان الاسعار كلها مناسبة وما شاء الله. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض الاسعار.
مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفرت كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة. عديت النهاردة على الخيمة عشان أشتري ملتزمات المدرسة، فلقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس، الخامات جميلة، الأسعار كويسة جدا، اشتريت كشاكيل وبصراحة أسعار مخفضة عن برة، بصراحة حاجات جميلة يعني، خدت فكرة عن المكان ولا حاجات حلوة بصراحة. وبصراحة نشكر الرئيس اللي لقينا حاجة كويسة وحاجة كده يعني بصراحة أحسن من برة بكتير وحاجة نظيفة. إلى جانب المستلزمات المدرسية تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أسعار غير برة خالص، وفرت معانا، وفرت كتير كمان. أنا جيت واشتريت حاجات كويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا، وشكرا لكم جميعا. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كما أعدت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً وبدائل العشوائيات على مستوى الجمهورية في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. الضباط جم وزعوا علينا حاجات اللي هي الشنط، والشنط فعلاً جميلة قوي، وهي كل سنة برضو بيوزعوها علينا. شكرا يا رئيس وشكرا لوزارة الداخلية. كلنا واحد مبادرة قطارها لا يتوقف عند حد معين، بل هي المظلة الاجتماعية والإنسانية التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك. نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. هذا وقد رصدت كاميرا أخبار مصر استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة من أحد المعارض الخاصة بالمبادرة في ميدان رمسيس. وتستمر مبادرة كلنا واحد في تقديم كل ما تحتاجه الأسرة المصرية قبل الموسم الدراسي، تنوع في معروض الأدوات الدراسية وبتخفيضات تصل إلى 30%. الأدوات الدراسية حلوة، 30% فعلا رخيصة عن برة خالص، يعني حضرتك انت لو اشتريتها من برة هتلاقيها أضعاف الثمن. مجرد ان انا كنت هاخد فكرة لقيت الأسعار مقارنة بمرة طبعا حاجة مختلفة تماما. جبت لأولادي كل محتويات المستلزمات المدارس، بصراحة أسعار أحسن من الفجالة، وجوه وانا قريب من الفجالة أسعار أحسن من الفجالة بكتير جدا طبعا. كما تقدم المبادرة الشنط الدراسية واليونيفورم المدرسي والأحذية بالتنسيق مع الموردين وأصحاب الشركات التجارية للوصول إلى خصومات ترضي المواطن. موفرين شنط المدارس بأسعار كويسة ومناسبة غير أي محلات برة خاصة، بصراحة يعني هنا ما شاء الله حاجات كلها متوفرة، وكمان متوفر لبس المدرسة واليونيفورم كلها حاجات جودتها عالية. احنا عندنا الكاوتشات هنا بتبتدي من 100-120-150، الكاوتش مثلا ابو 120 ده مثلا برة تلاقيه مثلا 140، الكاوتش ابو 120 ده مثلا تلاقيه برة مثلا 160-180، الكاوتش ابو 150 تلاقيه مثلا 200. 814 منفذا وستة معارض رئيسية وسبعة عشر معرضا فرعيا سيواصلون تقديم خدماتهم حتى بدء الموسم الدراسي أول أكتوبر لتحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والأسعار. أحمد بكير للتلفزيون المصري.
أكد المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية يأتي في أطر تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية. 126 مشارك يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية العليا في الدول الإفريقية يشاركون في الاجتماع السادس رفيع المستوى للمحاكم الدستورية العليا المنعقد في القاهرة في الفترة من 10 حتى 12 من سبتمبر الجاري. هذا الدور المحوري للاجتماع بيتخطى أفق الاجتماعات التقليدية، لأنه رؤساء المحاكم الدستورية وأعضاء هذه المحاكم على مستوى القارة الإفريقية بعضهم بيتبوأ المركز الثاني مباشرة تاليا لرئيس الجمهورية، وبعض المحاكم أيضا بيبقى لها دور في العملية السياسية. فإحنا النهاردة لما بندعو هؤلاء الرؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا، الغاية المتغياه من هذا الأمر هو أن يكون لنا التأثير الحقيقي على صناع القرار من تشريعيين وتنفيذيين داخل إطار هذه الدول. الاجتماع الذي يشرفه بالحضور 40 دولة أفريقية وأكثر من 51 رئيس محكمة دستورية ومحكمة عليا ومجلس دستوري إفريقي و60 قاضيا بتلك المحاكم في سابقة لم تحدث من قبل على مدى الاجتماعات الخمس السابقة. ولأول مرة في هذه النسخة من الاجتماعات سيتم إطلاق آلية للتعاون طوال العام قضائيا بين المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحاكم الدستورية العليا في الدول الإفريقية. وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام على مدار السنة بيحدث نوع من التلاقي البحثي والتدريبي. ودي يعني أنا أردت أن أزف هذا الخبر للإعلام قبل أن تبدأ الفعاليات. 6 جلسات ومحاور هامة سيتم مناقشتها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، على رأسها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة والضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، بالإضافة إلى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين. تعلمون حضراتكم أن مبدأ المواطنة يعتبر محور رئيس في الجمهورية الجديدة اعتمدت عليه حتى تتخلص من ما كان موطئا للاحتقان أو ما إلى ذلك، وحتى يستقيم الرقابة الدستورية كوسيلة لتسوية جميع المواطنين في الحقوق الدستورية كمواطنين على السواء. الموضوع الثاني الذي خصصنا له الجلسة الثانية يتعلق بالحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين. كما يناقش المؤتمر هذا العام موضوعات هامة أخرى مثل دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية وتبادل العلوم القانونية بين الدول الإفريقية. إذن واجتماع هام ويشهد زخما كبيرا من الحاضرين سواء من ممثلي ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا ليؤكد على أهمية التعاون بين مصر والدول الإفريقية قضائيا. أشرف مبارك، التلفزيون المصري. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع أحمد يوسف. مرحبا بكم مشاهدينا وأخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير في لقائه مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إلا أن ذلك يأتي في ظل العمل على إصدار وثيقة سياسية ملكية للدولة، والتي تعد ضمانة للتحقيق واستراتيجية فعالة لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني. وعلى هامش الفعالية ذاتها، بحث وزير المالية مع الدكتورة فيرا سونغوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ إنشاء آليات لتبادل السلع الأساسية بين الدول الإفريقية وعلى رأسها القمح، وشهد لقاء تبادل الرؤى والأفكار حول آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القاري، وذلك في إطار السعي الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي تحقيقا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد. أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت على متانة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والسعودية وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير وسفير المملكة العربية السعودية لدى مصر السيد أسامة بن أحمد النقلي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك. من جانبه، أمد السفير السعودي حرص بلاده على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين. أعلن البنك المركزي أن إجمالية الرصيدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 52 مليار جنيه ليبلغ مستوى قارب 3 تريليونات، مشيرا إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1,300,000,000,000 جنيه، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1,187,000,000,000 جنيه. وذكر التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة تقارب 50 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 490 مليار جنيه، بينما حاز النشاط التجاري على 220 مليار جنيه. اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة هولندا للتعافي والقدرة على الصمود بما يستوجب صرف 4,700,000,000 يورو ستأتي جميعها في شكل منح في إطار مرفق للتعافي والمرونة التابع للمفوضية. وذكرت المفوضية أن التمويل سيدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة والمحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في هولندا، وسيلعب أيضا دورا حاسما في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن خطة هولندا تشكل جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة وغير المسبوقة لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة. أما في أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 22 سنتا إلى 89 دولارا و37 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 83 دولارا و64 سنتا للبرميل. وبذلك يتجه الخامان القياسيان للنفط إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 4%، مع تراجع السوق في وقت ما هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يناير الماضي. وقفة رياضية بعد الفاصل مع شيراز الوفائي.
وبعد الفصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع شيراز الوفائي. النشرة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة الرطب ليلا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل الحرارة على باقي الأنحاء. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونبدأ التوقعات من القاهرة. السبت 24-34، الأحد 24-34، الاثنين 24-34، شرم الشيخ السبت 28-38، الأحد 29-38، الاثنين 29-38، وأخيرا مع محافظة الأقصر، السبت 26-41، الأحد 27-41، الاثنين 28-41. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 24-34، الإسكندرية 23-31، دمياط 25-31، بورسعيد 26-31، العريش 24-31، رفح 23-30، الإسماعيلية 24-35، السويس 24-34، مطروح 23-29، وادي النطرون 24-34، المنصورة 24-33، طنطا 24-33، دمنهور 24-33، سانت كاترين 20-31، الغردقة 27-37، شرم الشيخ 28-38، الفيوم 23-35، المنيا 25-35، أسيوط 24-35، سوهاج 24-37، قنا 27-40، الأقصر 26-41، الوادي الجديد 25-39، أسوان 27-41، حلايب 26-34، شلاتين 28-36، أبو رماد 28-36، رأس حدرب 26-35. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. خلال تفقده عددا من الطرق والمحاور، الرئيس السيسي يفند ما يتم تداوله بشأن المقابر والمناطق التاريخية ويطالب بعدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد. وفي عيد الفلاح دعم رئاسي لمزارعي مصر وتوجيه بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. للمزيد دائما مسبيرو دوت اي جي. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. شكرا لك. شكرا لك جوهر. إلى اللقاء.